أنا بعشق البحر. ألو، مساء الخير، خدمة الإنترنت. مساء النور يا فندم. أنا سأل، ممكن أتشرف باسم حضرتك؟ مصطفى. أهلا وسهلا يا فندم. مشكلة حضرتك إيه؟ حضرتك الإنترنت عندي مش شغال. الإنترنت مش شغال يا فندم؟ مش شغال يا فندم. شغال؟ بجد والله العظيم انا بكلمك عشان تقول لي شغله. حضرتك الانترنت قاطع من عندكم، مفيش نت عندي على الجهاز يا فندم. بسيطه جدا، رست الراوتر يا فندم وشغله تاني. رسترت الراوتر. رستره تاني يا فندم كده؟ رسترته تاني. طيب معلش، رستره بضمير بس يا فندم، ضمير كده. رسترته بضمير. طيب شقلب يا فندم الراوتر وطبطب عليه. هو بيقشط يا فندم. معلش يا فندم، بس شقلب وطبطب عليه. اهو يا فندم. عم سيبنك يا فندم، مش كده؟ انا اسف يا راوتر. انا اسف. لا يا فندم، ازاي؟ طب حضرتك يا فندم شيل السلك ودخله تاني. يا فندم الانترنت شغال عندي يا فندم، ده 4G حضرتك هنا. يا فندم. يا حبيبي مش شغال على جهازك، انا عايزه اشتغل على جهازي انا هنا. يا فندم وجهازي وجهازك ايه واحد؟ يعني اجي اشتغل عند حضرتك؟ طب حضرتك يا فندم احنا ما عندناش شغل هنا يا فندم، حضرتك بتدور على شغل؟ مين معايا؟